السلام عليكم مرحبا بكم أعزائي التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا درسنا لنهار اليوم الأنظمة المثلثية إليكم مخطط عناصر الدرس نتطرق إلى العموميات فرضيات حساب الجهود الداخلية تطبيق جدول النتائج فالأنظمة المثلثية استعملت منذ مدة كهيكل في البنايات لاحظ صور هياكل هذه المنشات اين تستعمل بماذا تتميز تستعمل هذه المنشات في الجسور الكبيره الاهميه ذات الارتفاع والمد الكبيرين كما تستعمل الانظمه المثلثيه ايضا في إنجاز العبارات مثل عبارة حي الموز بباب الزوار الجزائر العاصمة نجدها كذلك في المنشآت الرياضية كهياكل لأغطية مدرجات الملاعب استعملت كذلك في إنجاز هيكل الجائز الفولاذي الذي يتميز بالارتفاع والمد الطويلين الكبيرين عفوا كما يستعمل في البنايات الص... الصناعية في المرائب والحظائر الكبيرة مثل الصورة التي تظهر أمامنا مرائب للطائرات التي ت... تمتاز بشساعة مساحتها المغطاة في مثل مركز بناية مركز صندوق بومبيدو بباريس بفرنسا بعدما شاهدتم صور لبعض الهياكل المثلثية للمنشآت السالفة الذكر ما هو الشكل الهندسي البسيط الذي تكرر فيها الشكل الهندسي البسيط الذي تكرر فيها طبعا هو المثلث يتكون المثلث من قضبان مستقيمة تلتقي في نقاط تدعى بالعقد اختير المثلث لمتانته إذا النظام المثلثي هي شبكة متكونة من قضبان مستقيمة ب تكون مثلثات متتالية تلتقي في نقاط تدعى بالعقد ونرمز لها بآن إليكم أمثلة لأنواع الأنظمة المثلثية الأكثر استعمال مثل فيرم لا فيرم بلج لا انجليز لا امريكان لا كونتي لوفير نسبت اسماء هذه الجمل لمستعمليها وتجدونها في البرامج والكتب العالميه لدراسه النظام المثلثي نفترض ان القوى المؤثرة مركزة ومطبقة في العقد كما هو موضح في الصورة نهمل الوزن الذاتي للقضبان العقد عبارة عن مفاصل ينتج عن القوى المطبقة في العقد جهود داخلية محورية أن و دو لحساب الجهود الداخلية هناك الطريقة التحليلية والطريقة البيانية، نستعمل الطريقة التحليلية لأنها الطريقة المقررة في البرنامج، وتسمى أيضا بطريقة عزل العقد، إليكم كيفية-كيفية عزل العقد العقد عقدة بعقدة، كل عقدة على حدة، مبدأ هذه الطريقة بتطبيق شرط التوازن في كل عقدة. ندرس كل عقدة كجسم حر تؤثر فيه قوى داخلية محورية وقوى خارجية وذلك بتطبيق معادلات التوازن كل عقدة مدروسة تحتوي على مجهولين على الأكثر ولكل عقدة معادلتين متاحتين مجموع القوى بالنسبة لـ x يساوي الصفر ومجموع القوى بالنسبة لـ y يساوي الصفر طريقة الحساب أولًا نتأكد من بأن النظام محدد سكونيًا وذلك بتطبيق العلاقة ب تساوي 2 إن ناقص ثلاثة، حيث ب هو عدد القضبان وإن هو عدد العقد. ثانيًا حساب ردود الأفعال في المسندين، ثالثًا عز العقدة الأولى تحتوي على مجهولين على الأكثر. إبراز الجهود المحورية داخل القضبان، الإسقاط على إكس فتحة إكس، والإسقاط على Y فتحة Y بعدها، بعد ذلك، كتابة معادلات التوازن. اصطلاح الإشارة. لمعرفة طبيعة الجهود الداخلية في القضبان، نفترض على أنها في حالة شد. إذا كانت النتيجة موجبة هذا يدل على على صحة فرضيتنا أما إذا كانت سالبة فهذا يدل على أن القاضي في حالة انضغاط إليكم التطبيق نص التطبيق ليكن النظام المثلث الممثل بالشكل الميكانيكي التالي نطبق عليه قوى كما هو مبين في الشكل حيث المسند أ بسيط والمسند أ e مزدوج العمل المطلوب أولا تحقق من أن النظام محدد سكونيا ثانيا أحسب ردود الأفعال في المسندين أ و أ e. ثالثا أحسب الجهود الداخلية للقضبان المكونة للعقد وبين طبيعة تأثيرها رابعاً أوجد المقطع العرضي للقضيب الأكثر تحميلا علما أن الإجهاد المقبول يساوي 180 ديكا على السنتيمتر مربع طريقة عزل العقد أولا التحقق من أن النظام محدد سكونيا تحديد الجملة سكونيا خارجيا وداخليا خارجيا معنى ذلك عدد المجاهيل يساوي عدد المعادلات، تحديد الجملة داخليا وذلك يتم بتطبيق العلاقة ب تساوي اثنين آن ناقص ثلاثة، حيث عدد القضبان نقوم بحسابها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، عدد القضبان سبعة، العقد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إن تساوي خمسة، إذا سبعة تساوي اثنين في خمسة ناقص ثلاثة، سبعة تساوي سبعة، إذا النظام محدد سكونيا. نشرع بعد ذلك في حساب ردود الأفعال. نختار الاتجاه اتجاهات القوى واتجاهات اتجاه العزوم نكتب معادلات شرط التوازن. المعادلة الأولى مجموع القوى بالنسبة ل x يساوي صفر R او -E إكس يساوي ستة كيلو نيوتن المج المعادلة الثانية مجموع القوى بالنسبة ل y يساوي صفر R او -E زائد أغ a تساوي 18 كيلو نيوتن هذه المعادلة للتحقيق المعادلة الثالثة مجموع العزوب بالنسبة للنقطة A يساوي الصفر بالتعويض نجد إر أو يساوي سبعة كيلو نيوتن، مجموع العزوم بالنسبة لنقطة أو يساوي صفر، بالتعويض نجد إر أ -E -E يساوي حداشر كيلو نيوتن، نتحقق إر أو يساوي سبعة كيلو نيوتن، وإر أو إر أ يساوي حداشر كيلو نيوتن، سبعة زائد حداش يساوي عشر كيلو نيوتن، المعادلة محققة. ننتقل الى حساب الجهود الداخليه في العقد بعدما حسبنا ردود الافعال وتحققنا منها نحسب الجهود الداخليه في القضبان نستعمل الطريقه التحليليه التي تذكرناها ونعزل العقده الاولى ولتكن ا A. A تحتوي على مجهولين عزل العقدة A. نمثل القوى المطبقه على العقدة ا ونكتب معادلات التوازن المعادله الاولى مجموع القوى بالنسبه ل ا فتحه يساوي الصفر بالتعويض ان ا يساوي ناقص 15.56 كيلو نيوتن القضيب ا في حاله انضغاط المعادلة الثانية مجموع القوى بالنسبة لاكس اكس فتحه يساوي الصفر بالتعويض نجد ان ا سي تساوي 11 كيلو نيوتن القضيب اس في حالة شد نمر الى نمر الى العقدة الموالية لاختيار العقدة الموالية هل نأخذ ب سي دي أم أو قلنا العقدة يجب أن تحتوي على مجهولين على الأكثر أو تحتوي على مجهولين ب كذلك تحتوي على مجهولين على ثلاث على ثلاث غضبا. لكن بها مجهولين فقط لماذا لأن أن ا بي اصبحت معلومه باستطاعتنا البدايه من بي او او ننتقل الى لنحسب العقدة أ. نمثل القوى المطبقة عليها، ثم نحسب معادلات التوازن. مجموع القوى بالنسبة لإكغاك إكغاك فتحة يساوي الصفر بالتعويض نجد أن أو تساوي ناقص تسعة فاصل تسعين كيلو نيوتن القضيب أو في حالة انضغاط. المعادلة الثانية، مجموع القوى بالنسبة إكس إكس فتحة يساوي الصفر بالتعويض نجد ان او يساوي 13 كيلو نيوتن القاضي في حالة شد ننتقل إلى العقدة الموالية العقدة دي نعزل العقدة دي نمثل القوى المطبقة عليها ونكتب معادلات التوازن المعادلة الأولى مجموع القوى بالنسبة لـ x x فتحة يساوي الصفر وبالتعويض نجد أن دي تساوي ناقص 13 كيلو نيوتن القضيب دي في حالة انضغاط المعادلة الثانية مجموع القوى بالنسبة ل y y فتحة يساوي الصفر بالتعويض نجد أن دي سي تساوي ناقص 2 كيلو نيوتن القضيب دي سي في حالة انضغاط ننتقل إلى العقدة الموالية العقدة سي نطبق معادلات التوازن مجموع القوى بالنسبة لإكس إكس يساوي صفر بالتعويض نجد ان سي بي تساوي 2.83 كيلو كيلو نيوتن القضيب سي بي في حالة شد بقيت لدينا العقدة بي العقدة بي عقدة الأخيرة نتحقق بها حتى نتمكن لمعرفة صحة النتائج المتحصل عليها هل هي صحيحة أم لا نعزل العقدة ب عقدة الأخيرة للتحقيق نكتب معادلات التوازن مجموع القوى بالنسبة لإيغراك فتحة تساوي الصفر بالتعويض بالتعويض نجدها تساوي فعلا صفر إذن النتائج كانت كلها صحيحة بعدما حسبنا كل الجهود الداخلية في القضبة بقيت لدينا العقدة الأخيرة وهي العقدة ب هذه العقدة نتحقق بها حتى نتمكن من معرفة الجيدة للنتائج التي تحصلنا عليها هل هي صحيحة أم لا نعزل العقدة ب هذه العقدة الأخيرة كما قلت للتحقيق مجموع القوى بالنسبة ل Y يساوي الصفر عوضنا عوضنا أن عوضنا النتائج فوجدناها تساوي صفر إن بي هنا تساوي ناقص خمستاش كيلو نيوتن. نرجع إلى إلى العقدة أ، فنجد فعلاً أن إن بي يساوي ناقص خمستاش كيلو نيوتن. إذاً النتائج كلها كانت صحيحة. نمر إلى جدول النتائج، ندون النتائج المتحصل عليها في جدول. جدول النتائج القضبان الشده الطبيعه كل هذه النتائج نطبقها على الرسم الميكانيكي وذلك لسهوله قراءته نبين فيه القضبان المضغوطه والقضبان المشدوده السؤال الأخير وهو حساب المقطع العرضي للقضيب الأكثر تحميلا حساب المقطع العرضي للقضيب الأكثر تحميلا في الجدول إذا عدنا إلى الجدول نرى أن في الجدول القضيب الأكثر تحميلا هو القضيب NAB وفي حالة انضغاط نعتبره قصيرا إذا لدينا أن ماكس تساوي 15.6 كيلو نيوتن والإجهاد المقبول يساوي 180 ديكا نيوتن على سنتيمتر كاري نطبق شرط المقاومة الإجهاد الناتج أصغر أو يساوي من الإجهاد المقبول الإجهاد الناتج يساوي N max على S S هو المقطع العرضي للقضيب ومنه S أكبر أو يساوي من N max على Sigma أدميسيب بالتعويض نجد أن S أكبر أو يساوي من 8.6 سنتيمتر مربع بهذا نكون قد أجبنا على كل الأسئلة المطروحة في هذا التطبيق، وبهذا أتينا على نهاية درسنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.